الاسعار غاليه، جيت بدي اشتري الهليتامه ولقيت الاسعار غاليه، هسه حرجع ما اشتريت كل شيء والله. شوف بيدي ها شو اسوي، غالي الشيء غالي، منين اجيب انا؟ الا هو البنطرون ب 30 وب 25 انا منين اجيب؟ ها هاي يلبسون العتق وهذا هو، شو نسوي؟ ها والله ها هاي ما اسولف لك. جيت قبل العيد بفتره لقيتها عشوه، بس هسه النوب صعدوها اكثر. ما قدرت اشتري للجهاز. دورت وجيت شو اسوي؟ هنا بالرمادي كلها رفع اسعارها كلش مرتفعه. ليش ما ندري؟ المواطن هسه عندي اربع جهال. يعني 250 ما كفت. شنو السالفه ما اعرف. يعني شنو الحل؟ يعني شنو يعني صعد الها بالعكس الدولار، احنا العمله مالتنا صعدت، لازم ينخفض كل شيء، صح لو غلط؟ يعني هسه البنطلون كان ب 10,000 ها مال جاهل، هسه صعدوه 15,000. ونفس الشيء عندك المخضر هم صعد، البوتيتا ب 1000، الطماطم ب 500 يقول، بس اذا ليش شغلات كلها صعدوا والله. احنا يعني ناشد اصحاب المحلات انه شويه يراعون ظروف المواطنين، يعني مو كل الناس عندها، يعني ويسا محل طب لا يضرب بالنار. هي صحيح انه هاي فرصتهم، بس هلا بالعالم يعني مو كلها نفس الشيء، اكو ناس عندها اكو ناس ما عندها، وهذا اللي نطالب به. شكرا رحمه الله عليك. والله يعني اي محل تفوت عليه سعره كله عالي، ماكو فد محل محدد، يعني اي محل تطب عليه. خاصة هاي فترة العيد يعني مثلا إذا حاجة قبل العيد تختلف سعرها فرق كبير عن وراء العيد.